سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. السلام عليكم. اش كتعرفوا على اول رئيس حكومه مغربيه اسمه البكاي بن مبارك الهبيلي؟ كيفاش كانت شخصيته وما هي مواقف الرجل في مرحله حاسمه من تاريخ المغرب؟ واشنو علاقته بالحركه الوطنيه وبالمخزن وبالمستعمر الفرنسي والاسباني؟ في البدايه ينحدر البكاي بن مبارك الهبيل من شرق المغرب، وبالضبط من مدينة بركان، وقد سجل اسمه في التاريخ المغربي المعاصر باعتباره أول من تقلد منصب رئيس حكومة في المغرب بعد حصول المغرب على الاستقلال ابتداء من سنة 1956. في هذه الحلقة نقدم مسار هذه الشخصية البارزة في تاريخ المغرب المعاصر وإسهاماته. ولد الرجل سنة 1900، يعني في السنة التي دخل فيها المستعمر إلى مدينة وجدة في قبيلة بني زناسن، واختارت له والدته اسم البكاي تيمنا بأحد أولياء المنطقة، ذلك أنها لم تنجب أطفالا لفترة طويلة، فلجأت إلى ضريح سيد علي البكاي في أجدير بن منقوش، وعندما وضعت طفلها الأول والوحيد أسمته على اسم هذا الولي. عاش البكاي يتيما بعد وفاة والده مبارك الهبيل سنة 1913، والذي كان قائدا على قبيلة بن عتيق، فاهتمت به والدته طامة، التي يقول الكثيرون عنها أنها كانت مشهورة في الأشعار بالقيدة طامة أو طامو بقبيلة بني زناس، وحكت حولها مجموعة من الأساطير بأنها كانت ترتدي ملابس الرجال وتمتطي السهوة الجياد وتنافس الذكور في الفضاء العام. تخرج البكاي من المدرسة العسكرية الفرنسية الدار البيضاء بمكناس سنة 1926 برتبة ملازم، واشتغل تحت إمرة الفرنسيين في الجيش الفرنسي في قمع حركة المقاومة المغربية بشدة بكل من مراكش وسطات والنواحي، وكذلك خارج المغرب بمشاركته في فيلق فرنسي بسوريا. المرحلة الثانية، عندما بدأت الحرب العالمية الثانية، كان ضمن المقاتلين تحت الراية الفرنسية، دفع بشدة عن فرنسا ضد الألمان وضد النازية، وقد أصيب في رجله الأيمن في الحدود الفرنسية البلجيكية، وتم أسره من طرف الألمان. ولما استحال علاج الرجل، يعني تم بتر رجله، وأصبح يعني كجائزة منحته فرنسا كولونيلا في الجيش الفرنسي. وفي سنة 1942 جرى تعيينه قائدا لبني ضرار شمال المغرب بعد سنتين، وتحديدا في 26 نوفمبر 1944 سوف يعين باشا على مدينة صفرة. وعندما يعني علم البكاي بالخطة التي كانت تعدها سلطات الحماية وبعزمها تنحية السلطان محمد الخامس محمد بن يوسف، أخبر السلطان، وبعدها توجه إلى فرنسا للعمل على عرقلة تلك المساعي، غير أنه بينما كان وهناك تم نفي السلطان محمد الخامس في غشت 1953، وحينما وصله الخبر قدم استقالته من منصبه في باشوية مدينة صفرة، عرفانا له بعدم اصطفافه إلى جانب الذين بايعوا السلطان محمد بن عرفة مثل عدد كبير من البشاوات والقياد المغاربة وعلى رأسهم الباشا القلاوي. اختار مبارك البكاي الهبيل ليقدم استقالته من المنصب الذي كان يشتغل باعتباره باشا، واحتجاجا على نفس السلطان على نفي السلطان محمد بن يوسف، عندما اصطف قياد وبشوات خلف الرجل القوي التهامي القلاوي ورباعته. موقف البكاي هذا حظي بتنويه السلطان الذي بعث برسالة
من منفاه، جاء فيها: لا شيء يمكن أن يواسينا في منفانا أكثر من شعورنا بإخلاص رجل. المغرب فخور به كواحد من أبنائه، ولن تتأخر الأجيال القادمة عن تكريم جنابنا الشريف بالتنويه بذكركم، وسيظل اسم البكاي مقترنا باسم جلالتنا. تشبث البكاي بمحمد بن يوسف سلطانا شرعيا للبلاد، وساند الحركة الوطنية، وقاد عدة مساعي من أجل نيل الاستقلال. عاد محمد الخامس من المنفى في نوفمبر 1955، وبعد ذلك في بداية 1956 تم تشكيل الحكومة الأولى التي عين البكاي رئيسا لها بساق واحدة. ساعده عدم انتمائه إلى أي تيار حزبي أمام التطاحنات الحزبية الصعبة والمدمرة في هذه الفترة، إلى جانب ووفائه للسلطان الذي كان يحظى بثقته وبأطراف كثيرة، كما أن إتقانه للغة الفرنسية واشتغاله لمدة طويلة مع الفرنسيين وفهم عقلياتهم ودعمه تم دعمه ليقود الكثير من المفاوضات ويطرق الكثير من الأبواب. فقد وعده السلطان في إحدى البرقيات بأن يبقى اسم البكاي مقرونا باسم جلالة الملك، وقد كان السلطان وفيا بوعده للبكاي الهبيل، إن هذا الرجل هو من وقع على استقلال المغرب في 2 مارس 1956 مع الفرنسيين ومع الإسبانيين في 7 أبريل من سنة 1956، يعني من نفس السنة. وإذا كان البكاي محاورا مقنعا عندما يتحدث بالفرنسية التي درس بها، فليس له هذا التمكن عندما يخاطب أو حينما يتكلم باللغة العربية خاصة الفصيحة. يحكي أحد أبنائه في برنامج تلفزيوني بث في إحدى القنوات المغربية أن البكاي الهبيل لم يكن يتقن العربية، وكان يخلط بين إلا وإلى، ذلك أنه تناول الكلمة خلال تنصيب أحد العمال وقال أمام الحضور: كلكم أوفياء إلا صاحب الجلالة، وهو يقصد كلكم أوفياء لصاحب الجلالة. تشكلت حكومة الأولى، يعني الفترة الثالثة والتي فيها الكثير مما يقال. تشكلت الحكومة الثالثة، الحكومة الأولى المغربية لتقود المفاوضات مع الفرنسيين في دجنبر 1955 برئاسة مبارك البكاي، وضمت كل من محمد الزغاري وإدريس المحمدي وعبد الرحيم بوعبيد ومحمد الشرقاوي وأحمد رضا قديرة وعبد الكريم بن جلون تويمي والحسن اليوسي وعبد القادر بن جلون ومحمد المختار الصوصي ومحمد الفاسي ومحمد دويري وأحمد بن منصور النجاعي وأحمد اليزيدي وعبد الهادي بوطالب وعبد المالك فرج ومحمد بن بوشعيب، ثم عبد الله إبراهيم وأحمد بن سودة ككتاب للدولة، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية المغربية ل 23 دجنبر 1955. نال البكاي لهبيل ثقة محمد الخامس مجددا ليقوم بتشكيل حكومة ثانية في 26 أكتوبر 1956، والتي ضمت أقل عدد من الوزراء السابقين مع إضافة وزراء جدد وتغيير مهام آخرين، مثل إحداث وزارة البريد والتلغراف والتليفون، والتي تقلد مسؤوليتها ليون بن زكين، وحقيبة الدفاع الوطني التي تقلدها محمد الزغاري، والشؤون الخارجية التي تقلدها أحمد بلافريج، وغيرها من حقائب هذه الحكومة التي استمرت إلى 16 أبريل 1958، حيث قدم البكاي استقالته. ونظرا لعلاقته الممتدة والمعقدة مع العديد من الأطراف المختلفة بما فيها المخزن والحركة الوطنية والمستعمر، فإن هذا الرجل هو الذي وقع على
يعني استقلال المغرب، ومن هنا تظهر مكانة هذا الرجل. توفي الكولونيل مبارك البكاي الهبيل في 12 أبريل 1961، وهو في عمر 54 سنة، دون أن تذكر المصادر سبب المرض أو الطريقة التي توفي بها. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.